أهلا 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 بيكم. عارفين زي فيلم الناصر صلاح الدين كده، وهل هنأتم أخاكم عيسى بعيد الميلاد؟ يعني أنتوا كلمتوا أصدقائكم وهنتوهم، بعتوا لهم طيب على واتساب. وأنا أحب دايما أن أنا أرشح، والنبي لما تيجي تهني حد بلاش التهنئات اللي بالجملة دي، اللي هو إيه كل سنة وانت طيب وعيد جديد وعيد سعيد وعيد رائع وعيد جميل. التهنئة جزء رئيسي فيها أنك بتهني الشخص يعني، فتقدر تبعت وتبذل مجهود اكبر حبه. انا احب كده بصراحه، واتحدى ان في حد وصلته مني تهنئه ما هياش باسمه، يعني انا اهني الشخص باسمه، كل سنه وانت طيب يا فلان وعيد سعيد ليه؟ عشان تحسسني ان انت كنت بتهنيني، مش ان انا حاجه كده في السكه يعني. ارجوكم ربنا يخليكم يا رب، طالما الناس دي اصحابك ومعارفك وجيران واحباء وما الى ذلك، هنيه بشكل مباشر، ابذل هذا الجهد، حسسه ان انت باعت له هو، مش ان هو جزء من كل يعني. ما يصحش اظن ذلك. زي ما انتم شايفين طبعا، احنا دلوقتي بننقل لكم جانب من قداس عيد القيامه المجيد. كل سنه وكل اهالينا في كل حته في الدنيا بصحه وبخير وبعافيه بحلول عيد القيامة، عيد قيامة السيد المسيح عليه السلام. إطعنا بخريستوس خن بفجي اللهم ابعد عننا التشدد والتطرف والتكفير، وابعد عننا يا رب عقول الخرفان. قادر يا كريم.